السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هيبقى آخر فيديو معانا في نظام إطفاء الحريق، وهنكمل معاكم بكرة إن شاء الله. النهاردة إحنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أنواع طرمبات الحريق، بس قلنا هنشرحها بالتفصيل. قلنا اللي هي في طرمبة كهربائية اللي هي إلكتريك بامب، وفي الديزل بامب، وفي الجوكي بامب. طيب دولت بيتركبوا فين؟ بيتركبوا على الخط الرئيسي الخارج من الخزان بتاع المياه. قلنا خزان المياه، قلنا بيحصل له تصميم وبيبقى فيه مثلا جزء مياه بتاعت المبنى، وفي الري وفي الحريق، وبيتصمم كل جزء مثلا حجمه قد ايه، وعرفناكم التصميم في الفيديوهات اللي فاتت. هنتكلم اول حاجة عن الترومبة الكهربية. الترومبة الكهربية دي بتديني توزيع الضغط لشبكة الحريق، اطفاء الحريق. طيب الترومبة الديزل دي بنستخدمها عشان بتعوض لي لو في مضخة الكهرباء حصل فيها انقطاع في الكهرباء، او في حصل فيه زيادة في الحمل، فتقوم داخلة مكانها على طول طرمبة الديزل دي، في حالة طبعا لو ما في جنريتور موجود في المكان، فطرمبة الديزل على طول تقوم بعملها، لان طبعا انقطاع الكهرباء هيحصل مشكلة جدا. لذلك طرمبة الديزل موجودة في المجموعة مهمة، لان برضو ممكن ما يكونش في جنريتور موجود، فطرمبة الديزل لازم تكون موجوده ومعمول لها صيانه، ومتاكد ان الديزل موجود وكل حاجه موجوده، ويعني صيانه الحاجات دي مهمه جدا اثناء ما بتبقى موجود. طيب في حاجه بقى الثالثه اللي هي مهمه برضو جدا، اللي هو الجوكي بامب. الشبكه ممكن يحصل فيها تسريب في الشبكه، اي وصلات لازم يحصل فيها تسريب في اي حاجه، اطفاء حريق، تكييف، اي جوينت، اي وصلات بتتوصل نتيجه التوصيلات ما بين بعض، او لحامات، او لازم بنسبه كبيره جدا، لان ده عامل اكيد ممكن يحصل تسريب. طب التسريب ده بيحصل ايه؟ بيبقى من 10 ل 15 جالون بير مينيت. طيب اللي بيعوض لي الفض في الضغط ده ايه، او الفلوريت اللي بيتفقد في التسريب ده ايه؟ هو الجوكي بامب. الجوكي بامب هي اللي بتعوض لي الفض دوت عشان الترومبه ما تتحرقش. زي ايه مثلا؟ لو انا عندي ضغط الشبكه 245 بي اس اي، يبقى انا هستخدم الجوكي 240، والمضخه الرئيسيه اللي هو بتاعت الشبكه الرئيسيه هستخدمها 230، لان احنا قلنا بيبقى في فرق من 10 ل 15 جرام بير مينت، فاحنا قلنا 245 والرئيسيه 230 والجوكي هتبقى 240. طيب الجوكي دي عباره عن مضخه متعدده المراحل، ممكن تبقى سنتريفيجال اللي هو الطرد المركزي، ممكن تبقى اسبليت. السنتريفيكال اللي هو الطرد المركزي اللي هي بتبقى برضو قلنا بتديني بتغطي لي 15 جول بالمنت، وارتفاعها بيبقى 30 قدم، وطبعا هي راسيه ولها ارتفاع من 50 الى 80 سنتي. والسبليت كيس دي اي حاجه سبليت، يعني عباره عن نصفين متصلين ببعض، زي السبليت بتاع التكييف، برضو جزئين متصلين ببعض عن طريق مسامير، وبتدي لي الهيد والجالون بير مينت عالي. فطبعا السبليت بتديني اعلى في الهيد الارتفاع، وعلى في التدفق اللي هو الجالون بير مينت، فدايما بيستخدموا السبليت كيس في الحالات اللي انا ببقى محتاج فيها هيد عالي وجالون بير مينت عالي، خصوصا في تصميم طرمبات الحريق. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا معاكم النهارده نظام اطفاء الحريق. نتمنى تكونوا بتستوعبوا معانا، ونتمنى ان شاء الله ربنا يجنبنا كل شر لدولتنا الحبيبه مصر، ودولتنا الحبيبه السعوديه، وكل الدول العربيه، وكل الامه العربيه، وحبايبنا السوريين. ما تزعلوش مني، ما تزعلوش مننا، حقكم فرصنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.